احنا ويا المتظاهرين احنا ايش سوينا ويا المتظاهرين؟ لا الزبير لعبه بيسمونه هسه على الدجاجه البيضاء. لا طلعوا شاعه هسه على الزبير يقول انتم من دون القضاء الدجاجه البيضاء ما طلعتوا ولا سويتوا. هم احنا لونكم وفرقه صحيحه والله. الزبير وقفوا منتوج البصله كلها. شباب الزبير ماكو موقفهم واليوم مباشر شباب الزبير كلهم 2003 الى اليوم مهمش قضاء الزبير يوم يسمونه كذا ويوم يسمونه كذا حتى وصل الكلام بان قضاء الزبير واهل الزبير الدجاجة البيضاء. والزبير امس قطع جميع الشوارع وقطع جميع المنتجات النفطيه واليوم ويوعدنا المحافظ منذ سنه كامله مع شديد الاسف يوعدنا السيد محافظ البصره منذ عام كامل وجلسنا معه اكثر من 10 جلسات ويوعدنا بتوقيع العقد. انتم فاعلون يوم الاحد في حال يوم الاحد سيكون وقفه جاده من شيوخ وحراك عشائر محافظه الزبير ولم تستجاب لنا الدوله سيكون لنا بحثنا. انتم شنو؟ تدرون انتم شنو يعني النفط مثلا؟ لا مو قصه نفط، احنا اعلمنا الجهات الرسميه والمعنيه في الدوله سنقطع جميع المؤسسات الدوله في قضاء الزبير وان قضاء الزبير يعيش من اول كل العراق.